استطاع الشباب ان يسجل هدفا عكسيا في مرمى الرياض في تكفل لدى خالد شويه. كرة تصل لمصلحة الشويرخ، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، الشويرخ أقرب لمصطفى ملائكة، عند ملائكة تحصل عليها يلعبها سريعة للجوير، أفضلية واضحة مطلقة للشباب على حساب الرياض. قلت أن يعني المنافسة فيما بين الناديين على مستوى أفضلية للشباب لا شك في ذلك، حتى قبل دوري المحترفين أفضلية للشباب على حساب الرياض، لكن يبقى التاريخ واللقاءات في التسعينات كانت أكثر إثارة وأكثر قوة فيما بين الفريقين، عندما كان الرياض كان الرياض بجيل إبراهيم الحلوة والجبرين والحمدان والنجراني والطائفي وإبراهيم الفرج أيضا، وقائدهم دسدوس ناصر الدوسري كان جيل قوي، وكان في مباراة تاريخية فيما بين الشباب والرياض 93-94 كأس ولي العهد الرياض حقق بطولته الوحيدة والتاريخية في تلك الفترة على حساب الشباب في التسعينات، لكن على مستوى بطولة الدوري الرياض وصيف ذلك الموسم 93-94 أيضا مربع الذهبي، أما الموسم الثاني بعد الهلال، لكن في النهائي تقابل الرياض والنصر وخسر من النصر في المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين في ذلك الموسم كأبرز إنجاز بالنسبة للرياض على مستوى بطولة الدوري. اليوم الرياض يلعب مدافعا ويلعب في حذر كبير أمام الشباب. كرة تصل لخالد شوية، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، شارك بالراس وحكم المباراة يشير إلى كرة فيها تدخل وخطأ لجري، فوز الشباب في مباراة اليوم، يدفع إلى الأمام، يعطي دافع إلى الأمام للمواصلة، والشباب اللي جولة قادمة سيلعب أمام الطائف في حائل. الاتفاق عليه ان يذهب الى الدمام لان يقابل الاتفاق. كره للرياض، الان الرياض يتقدم، الان الرياض بدا يخرج من ملعبه، كره عند عبد الله الخيبري يمرر كره خاطئه والى حبيب ديالو امام ارسلان، تلك الكره راحت للرياض وسط الملعب، رشيدي وضعت امامه وحكم المباراة يشير خطأ لفهد الرشيدي، على كويار، تدخل في اللقطة الماضية، مرور من جانب فهد الرشيدي والسقوط بعد ذلك في هذه اللقطة وفي المخالفة على كويار،